هناك سجون سرية أو فعليا تم اعتقال أو احتجاز أو أسر ذويهم من قبل جهات حكومية، ومن ثم لم يتم الاستدلال عنهم ولم يعرف مصيرهم ولم يبلغون ولم يستطيعوا حتى توكيل محامين للوصول إلى مصير هؤلاء، وبالتالي من الممكن أن يكونوا في السجون، ومن يمكن أن يكونوا قد يعني مثلا تعرضوا إلى الوفاة أو لأسباب عدة من ضمنها التعذيب، وبالتالي هذه الحقائق تعرض الحكومة العراقية للمساءلة الدولية، وتعرض جميع المرتكبين لهذه الجريمة إلى المساءلة الدولية، كونها هذه من الجرائم الدولية، جرائم ضد الإنسانية تعتبر، التي لا تسقط بالتقادم. وبالتالي لذلك هناك إلحاح ودعوة مستمرة من قبل المجتمع الدولي للحكومات العراقية المتعاقبة لتشريع قانون وطني لتجريم هذه الجريمة، وبالتالي منع الإفلات من العقاب أو منع حدوثها في العراق.